يا مرحبا بالناس الجدد، شكرا على 4000 مشترك على قناة كريبتو أليرت. اليوم راح نتكلم على آخر فيديو سويناه، هذا هو عاجل ذكري اضرب قوي جدا يمكن يصل تلزيع إلى 20000 كان. أوكي، راح نعبي الفورم، راح نشوف بعد الاردروبات راح نسويها أمامكم. ركزوا معاي في الفورم هذا لأنه في ثغرة راح أراويكم إياها إيش. كذلك الناس الجدد لازم تشوف هذا الفيديو بعدين تعال عبي الفورم، مثل ما خبرتكم يبقى له يعني قبل يومين يبقى له 4 أيام ونخلص. هنا كتبت باقي 6 أيام، هنا لما سويت الفيديو كان قبل يومين، يعني باقي له 4 أيام ويخلص. تمام، كذلك راح أوزع ل5 أشخاص 10 TRX على هذا الفيديو. ما عليك فقط مشاركة الفيديو هذا على الفيسبوك، واعطيني سكرين شوت على قناتي كريبتو أليرت الجروب الخاص بينا. هذه هي، راح تحصل جميع الروابط هنا، هذا هو فين موجود الماوس جنب الانستغرام. تعال اعطيني سكرين شوت ورابط حق محفظة ترون، راح اختار عشوائي واوزع ل5 أشخاص 10 TRX. تمام، فيلا بينا على الشرح. طبعا اذا رحنا على المواقع هنا، اول شي راح نحتاج الميديوم هذا عشان ناخذ الفوسيت، عفوا الفورم، عشان اراويكم ايش هي التارة وكيف راح نعبي الفورم. راح نحتاج متصفحين لانه معانا 2 أكاونت هنا على الوالد، فبننزل تحت. اوكي، اخر شي راح نحصل الفورم اللي لازم نعبيه، هذا هو الفورم نضغط عليه. اوكي، فراح نحتاج هذا الفورم نعبيه مرتين، كل مرة بايميل مختلف. فهموا معي، ركز معي، هذا اول فورم راح نعبيه بايميل الحقيقي حقتنا. اوكي، نحط هنا ايميل خاص بنا. تمام، انا ما راح اعبي ولكن ما راح ابعته لانه بعته قبل شويه. وبعدين how did you know about Zeliki protocol، راح نختار اي شيء، فريند ريكومند او تويتر او اي شيء، تختار مثلا تويتر. هنا where you first used the secret wallet what was over impression of it really real positive، يعني تعطي اعلى نسبه، يعني ما تحط نيجاتيف ولا مش حلو، حط الله هذه. اوكي، have you test all function of the product، تعطيه yes. بعدين if there is any problem using the product، تكتب له no it's perfect بهذا الشكل. هنا how lucky، يعني كم نسبة تعطيه من ارتياحك للموقع، ولو انه شايفين كيف أخذنا صعوبة في الفيديو هذا، تعطي 10 في 10. أوكي، هنا the reason to recommend or not recommend Zeliki wallet، تكتب له recommend the all function for this wallet، يعني تروح تكتب لها يعني بالترجمة أنصح بجميع ال يعني ال function حقته لهذا الوالد. فراح أكتبها عشان راح أحتاج كل هذا عبي الفورم الثاني. فهنا انتبهوا معي، the reason they recommend or not recommend Zeliki wallet، I recommend using this wallet because it's easy to use، يعني أنا أوصي باستعمال هذه المحفظة لأنها سهلة الاستعمال. انتوا ما تسووا مثلي، روحوا للترجمة اكتبوا أي شيء، ليش انت مخلي الوالت هذه يعني تخليها الناس تنصح بها للناس يسوونها ويشتغلون بها. انا قلت لهم لانه easy to use ولو انه جدا صعبة. فالمهم لازم تكتب ايجابي. هنا اعطي opinion الخاصة بك، يعني ال developer اللي موجود. فانا قلت له wish you good luck and more blessing. هنا your Zeliki wallet address، ف L1 L2 فهموها، L1 تبتدي ب0x، L2 تبتدي بهذه. اوكي، فبنروح على الوالد هذه خاصة بنا. فاحنا اشتغلنا على الوالدين، اكاونت 1 اكاونت 2. اوكي، هذا الاكاونت 1 واكاونت 2. فانا اول شيء اخترت الاكاونت 1، راح تختار 0x، يبتدي هذه كوبي بهذا الشكل، هذه هي ال L1 بهذا الشكل. يور Zeliki wallet 2 layer 2، راح تروح على الوالد هذه نفسها على الاكاونت 2. اوكي، نجر هذه لنصير أسود، نختار الوالد هذه. أوكي، كوبي أكاونت 2. تمام، بهذا الشكل أنت راح تكون عندك يوزر مختلف عني، طبعا والد مختلف عني. هنا add file you want to provide more feedback، ما راح تعرف شيء، أنا ما سويتها صراحة.
anything else you want to يعني تبغى تقولها للتيم، يعني تكتب في الترجمة أي شيء. يعني أتمنى لكم التوفيق، وهذا 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 بروسيس مرة يعني ضخم شوية. إرسال، لما تسوي إرسال نحتاج نفس البيانات راح نسويها ولكن بإيميل مختلف. أوكي، بإيميل مختلف، بإيميل مختلف، ولكن لأنه هنا تغرى إحنا سوينا أكاونتين، أكاونتين، أكاونت 1 أكاونت 2، راح نروح على الأكاونت 1، هذه هي الأكاونت 1. أوكي، راح نختار، فأنا بروح خلاص أنا سويت هذه قبل، راح أروح على براوزر تاني وأحط إيميل تاني وأسوي على الأكاونت 1. فتمام، أنا سويت براوزر تاني. أنت إذا عندك موبايل راح تسوي براوزر تاني وإيميل جديد. أوكي، ما عندك راح تحمل مثلا كروم مع كيوي، كروم تسوي في فورم أول، كيوي تسوي فورم تاني، إيميلين مختلفين. طبعا إيميل التاني هذا هو راح أحطه نفس الشيء. أوكي، راح أختار ميديا بروفيشنال بلوكشين ميديا جرافيك ريال بوزيتيف، يس أوكي. إذا there is any no راح تعطيه no. It's excellent. هنعطيه الريت 10. The reason to recommend Zurich Wallet، مش نفس الكلام اللي راح تحطه في الفورم الأول تحطه في الفورم الثاني، فانتبهوا دائما غير عشان ما يعني ما يشكون فيك، لأنه هم مش حاطين أصلا شو الوالد اللي راح تبعت سواء أكاونت 1 أو أكاونت 2، فأنت لازم تبعتهم الاثنين عشان تنحسب لك، سواء يبعتوا لك على الأكاونت 1 أو على الأكاونت 2 لأنه اشتغلنا عليهم الاثنين. فأنا حطيت نفس الكلام اللي في الفورم الأول لأنه هذاك الفورم مش ما سويته قبل، سويته بكلام تاني، يعني هذا الفورم راح يكون جديد بالنسبة لهم. طيب هنا يور زيريك واليت ادرس نمبر 1، راح اروح على هنا الواليت الخاصة بي، ولكن راح اختار اكاونت 1 مش اكاونت 2 اللي راويتكم قبل شوي، مش هادي، مش اكاونت 2، اكاونت 1. اوكي، راح اختار الواليت اللي تبتدي بصفر 0x. اوكي، راح اروح احطها هنا، وبعدين اكاونت 2 اكرام 777، هذه شايفين الفرق انه في هذه عندي كريبتو 777 وهذه عندي اكرام 77. المهم انتك است يو وانت تو كومينيت ويز ذا تيم، راح نكتب اي شيء. فكتبت لهم this project will sweep the field of blockchain and I wish you success. تمام، كله تمام. فنعطي سابميت، الحين قدامكم راح اسوي سابميت لانه ما سويتها قبل، نتاكد كل شيء تمام. بايميل مغاير هنا اعطينا اوكي، اوكي كل شيء اوكي. هنا لاير 1 ادريس، لاير 2 هذه هي سابميت. اوكي، اما الفيدباك الاول الثاني حق الاكونت 2 ما راح اسويها لانه سويتها قبل، خبرتكم اياها، قلت لكم في قناتي كريبتو على استعملوها والطريقة كيف تستعملوا، بس كده أحسن عشان يكون واضحين. لازم اتفقنا الحين لازم اثنين فورمات تعبوهم عشان هما في هنا إذا قريتوا مش حاطين أي أكاونت تبعت، يعني ممكن هما بيوزعون على أكاونت 1 وإحنا ما بعتنا لهم، إحنا أكاونت 1 إحنا بعتنا لهم أكاونت 2، فأنت سويهم الاثنين أي واحدة تضرب معه فأوكي. تمام، بالنسبة لهاي الايردروبات طبعا مثل ما خبرتكم راح نوزع عملة تاريكس على 5 مشتركين. هذا الفيديو شيروه للناس الجدد ان شاء الله. الحين راح نروح على بعض الايردروبات موجودة على كريبتو اليرت، فبنروح على ايردروب مثلا هذا مونيون جيت 95 مونيون على 9800 راندم عشوائي شخص، راح تضغط هنا فراح يوزع مليون قطعة من عملة موني. اوكي، طبعا top 1 و top 2 و 3 المهم راح يكون 9000 شخص عشوائي. فولو تويتر تويتاي وكل المهم راح اخليكم جميع روابط اسفل الفيديو. اذا انت مهتم في الايردروبات تعال على قناتي كريبتو اليرت. اوكي، راح تحصل جميع الايردروبات حق 29 يعني جينيوري حق اليوم، بس فقط تضغط على التاريخ من هنا راح يبتدي معك من اول ايردروب نزلته اليوم. اوكي،
راح يبين معاك هاي الايردروبات كلها. طبعا الناس اللي مسوية افاكس نتورك يعني مسوية ترانزاكشن في الافاكس راح تاخذ 10 قطع من عملة دبليو جي ام بدون فعل شيء، فقط تضيف النتورك هذه على الميتا ماسك الخاصة فيك وراح يعطوك 10 قطع، ما ندري بكم راح تصير ان شاء الله. فجميع الايردروبات هنا عشان ما نضيع وقت الفيديو. نشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة، مع السلامة.